الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا للطاهر بإذنه وسراجا منيرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد رئيس جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بهذه المؤسسة المباركة، السادة أو السيد مدير مؤسسة بالنيابة الذي قال كلمتان، والسادة ممثلي السلطات المحلية، السادة المنتخبين، السادة الوعاظ، السادة المرشدين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذا اللقاء المبارك، هو لقاء يأتي في سلسلة من اللقاءات التي دأب عليها المجلس العلمي بتنسيق مع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ في مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم. وقبل نحو شهر بدأنا هذا العمل بالثانوية التأهيلية مولاي إسماعيل بدريوش، حيث قررنا مجموعة من المتفوقين. وقبلها بأسبوع كانت عندنا أمسية بالثانوية الإعدادية من طيب واحد، حيث كررنا مجموعة من المتفوقين. وهناك مشروع إن شاء الله تعالى نسير فيه مع كل المؤسسات التعليمية في إقليمنا، والذي نهدف إليه من خلال هذا وما سمعتموه قبل قليل أننا دخلنا شئنا أو أبينا مرحلة الجودة. وكنت أقول دائما للتلاميذ حين كنت مدرسا في ثانوية الأمل بمضار، كنت أقول وما أزال أقوله للطلبة الجامعيين، أن النجاح فقط لا يكفي، مجرد النجاح لا يكفي. أقولها وأبناؤنا وبناتنا التلميذات يستمعون ويستمعن إلى هذا في الظروف العالمية التي نعيشها الآن. التلميذ إذا نجح بمعدل مثلاً 10/20 أو 10.5/20 أو شيء من هذا القبيل، في الواقع الآن في المنظومة التربوية والتكوينية العالمية لا يعتبر ناجحاً، إنما النجاح يكون بالتفوق. لذلك قبل حوالي 6 سنوات، وكان قد بدأ هذا النظام قبل حوالي 10 سنوات أو 11 عاماً، أن المؤسسات التكوينية عندنا في المغرب لم تعد تعتمد على النجاح في اختيار الأساتذة والأستاذات أو المعلمين والمعلمات والموظفين أو الأطر بشكل عام. فلكي أبسط الصورة للتلاميذ والتلميذات جميعا والسادة الحضور جميعا، أن مثلا مركزا في حاجة مثلا إلى 200 إطار، فحين ينشرون الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام يستقبلون مثلاً 1000 ملف، بينما المركز في حاجة فقط إلى 200 شخص. فما المعيار الذي نعتمد عليه؟ يعني هو الامتحان التقليدي، هذا أمر انتهى أمره وتجوز مطلقاً. يقومون بعملية انتقاء، والانتقاء معتمد فيه بالدرجة الأولى على المعدلات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة الامتحان. ومرحلة الانتقاء مثلا نبدأ بأول معدل حتى نصل إلى آخر معدل، وعليه نسطر العتبة فنحصل على 200 شخص أو 400 شخص، ثم ننتقل إلى مرحلة الامتحان، ثم نحصل على المقدار الذي في حاجة إليه داخل المركز أو سواه. ماذا أقصد من هذا؟ أننا في حاجة إلى جودة التعليم وإلى جودة التكوين. الآن كل شيء يساهم في تدمير المنظومة التعليمية التربوية أو التكوينية أو العلمية بشكل عام، شئنا أو أبينا، لأننا دخلنا مرحلة العولمة أو مرحلة الحداثة.
بل دخلنا مرحلة ما بعد الحداثة، بمعنى أن البقاء الآن فقط للمهيمن، ليس للذي له ثقافة عريقة أو له تراث فكري علمي حضاري عريق، وإنما الآن البقاء للأقوى. لذلك حين نتكلم مع أبنائنا وبناتنا، هذا المعيار معيار الجودة يجب أن يكون نصب أعينه. فالتلميذ يجب أن يكون عنده طموح، هذا الطموح وهو أن يتفوق في الامتحان، لا أن ينجح في الامتحان. النجاح الآن ممكن أن يحصل عليه أي واحد. التلميذ ممكن أن يجلس أمام الشيخ جوجل في الإنترنت والمعلومات لا تكاد تنتهي، ثم بعد ذلك يجتاز الامتحان ثم ينسى كل ما تعلمه أو قرأه أو استنسخه من وسائل التواصل المختلفة الحالية. ولكن الذي نريده أن يكون هذا التلميذ أو المتمدرس في مختلف أسلاك ومراحل التعليم والتعلم أن يكون متمكنا وجيدا. نتجاوز مرحلة النجاح فقط أبنائي وبناتي التلاميذ والتلميذات.